الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أولا مرة أخرى أنا سعيد وأشكر الإخوة في حزب الاستقلال على إتاحة هذه الفرصة، هذه الأمسية نسميها تاريخية، الديمقراطية التاريخية. سبقني أستاذان جليلان لتسليط الضوء على واحد جزء مهم في العنوان الذي اختير لهذه الندوة، هو حول تلازم التحرير والديمقراطة. وهذا التلازم كما سمعنا، وهذا موجود في جميع الوثائق المؤسسة للحركة الوطنية، هو هذا التلازم كان هناك وعي به منذ البداية. كان واحد هذيك مجموعة اسميتها الاتحاد الترقي، من البداية تتحدث على الإصلاح الدستوري وتتحدث على مجموعة من في نفس الوقت الذي كان هم التحرير أيضا كان مصاحبا، والحركة الوطنية أيضا وثيقة الاستقلال تحدث عنها، أيضا خطاب جلالة الملك محمد الخامس خطاب طنجة، لأيضا على الرغم من أن الهم الأكبر هو إزاحة الاستعمار الجاثم على البلاد، إلا أنه أشار إلى أهمية الإصلاح السياسي أيضا في هذا الخطاب. وهكذا يعني كثير من المؤشرات تؤكد هذا التلازم، وكان دائما داخل الحركة الوطنية هذاك النقاش الذي كان سجله الأستاذ علال الفاسي في الكتاب اللي اشار له الأخ في البداية، هل الإصلاح هو طريق الاستقلال أم الاستقلال طريق الإصلاح؟ هذا راه نقاش كان قديم داخل الحركة الوطنية آنذاك. هذا معطى واضح، وحنا ويمكن نضيف واحد نقطة فقط في هذا المجال، هو أن هناك وعي بأن الاستعمار ليس فقط استعمارا عسكريا وليس فقط استعمارا سياسيا، ولكن استعمار عنده أوجه أخرى متعددة. وفي الكتاب ديال الأستاذ علال الفاسي ديال نداء القاهرة راه هضرت واحد الاستعمار الثقافي، الاستعمار الاجتماعي، عناوين إلى راح تغير العناوين، وعي بأن هناك أوجه أخرى من الاستعمار. ولذلك خاض كثير من الوطنيين الكبار وزعماء الحركة الوطنية والعلماء بعد الاستقلال معركة مواجهة التبعية في نفس الوقت الذي كان فيه بناء الدولة الوطنية، مواجهة التبعية على مستويات عديدة. فإذن هذه معركة مستمرة، والديمقراطية كما سمعنا ما عندهاش نهاية، الديمقراطية دائما بناء مستمر، كل فترة تحتاج إلى مزيد من التطوير، مزيد من التجويد، مزيد من رفع المستوى، وعنده تحديات جديدة. صحيح أنه بعد التوافق سنة 75-76 اللي شار له الأستاذ اليزغي لما أتت قضية الصحراء، كان هناك توافق وطني مهم جدا، كان بناية جديدة للمغرب بعد رجوع بعد استرجاع الأقاليم الجنوبية الساقين الحمراء وادي الدهب، وكان هناك توافق على المستوى السياسي أيضا، و الرجوع إلى الخروج من حالة الاستثناء والرجوع إلى تنظيم الانتخابات وإلى الحياة الديمقراطية العادية. ثم بدأت تحديات أخرى في مواجهة تزوير الانتخابات والتدخل فيها وبناء مؤسسات ذات مصداقية هي جزء من البناء الديمقراطي. جينا بعد حكومة التناوب التوافقي اللي كانت مرحلة أيضا مهمة، جينا من بعد يعني عشنا واحد المرحلة ديال التطور، عشنا كلنا مع خروج قانون الأحزاب وخروج عدد من التشريعات المهمة إلى آخره، ولكن في 2007 و 2009 اللي كانوا جوج محطات اللي وقع فيهم فعلا في الانتخابات ديال 2007 وانتخابات ديال 2009 وقع فيهم فعلا تراجعات على مستوى ما شاهده المغرب في 2002 في الانتخابات ديال 2002 2009 احنا حسينا به ربما أكثر منكم، ولكن حسينا به بزاف. كان هناك بروز لأصوات جديدة تحاول أن تتحكم في الحياة السياسية بمنطق جديد، منطق يعاكس بناء الديمقراطي السليم. ومنه غادي ناخذ التحديات الجديدة ديال البناء الديمقراطي باش نخرج من هذاك الماضي. شنو هو الإشكالات اليوم اللي ضروري نواجهها بوعي؟ أنا كنظن بأن أول إشكال هو استقلالية الأحزاب السياسية. نحن نريد الساحة
سياسية، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون أحزاب سياسية حقيقية. ما يمكنش تكون عندنا أحزاب سياسية مسيرة، أحزاب سياسية لا نعرف كيف تنشأ، كيف تخرج بين عشية وضحاها، وربما تختفي بين عشية وضحاها. ما بقاش عندنا حزب سياسي، حزب سياسي لا تختفي، ما بقاش تمشي. لا شي وحدين ما بغاش يختفيوا. لا بد أن نعي بأن وجود أحزاب سياسية التي تملك قرارها السياسي، تملك ديمقراطيتها الداخلية، جزء أول وأساسي من بناء الديمقراطية اليوم وبناء المغرب الذي ننشده جميعا. هذا إلا استطعنا نعاو به مزيان، ربما يمكن أن تعطينا نخب سياسية في المستقبل قادرة على خوض معركة، لأنها معركة مستمرة مع عمرها ما تقف، معركة البناء الديمقراطي واستكماله في المستقبل. ولا للخيوط، شي واحد يمسك بخيوط معينة داخل بعض الأحزاب باش يسير الأحزاب في مصلحة لوبيات لا ندري من وراءها ولا من معها. ونحن نعرف أن من بين المعارك الكبرى بعد الاستقلال أن الاستعمار ترك بعض أزلامه، وشي معروفين، وفقير واحد منهم، فقير واحد منهم، ولكن هناك أيضا في المجال الاقتصادي، في المجال التشريعي، وشرح له الأستاذ علال الفاسي في كتابه في الديمقراطية، ولكن أيضا دفاع الشريعة، اللي قال هؤلاء اللي كي يضعوا لنا القوانين ما عرفناش شكون، يخرج شي حاجة، ماشي الشعب الذي يضعه. ولذلك من بين إيجابية الكبرى في دستور 2011 أنه دستور وضعه مغاربة، على الأقل عرفنا شكون، تختلف مع بعض جزئياته، ولكن على الأقل هذا هو دستور مغربي مغربي، وهذا مهم جدا. داكشي علاش كل حلقة مهمة في تاريخ المغرب، في تاريخ التطور الدستوري المغربي، لأنه وضع من قبل كانوا مستشارين فرنسيين كيدعوا الدستور وكيتسمى مغربي، صحيح أنه كدر ليه واحد شوية ديال الرتوش من بعد، ولكن في الأصل ديالو ما كانوش دساطير وضعها مغاربة بتوافق مغربي محض، وهذا قفزة في دستور 2011. خصنا أولا وقبل كل شيء أحزاب مستقلة، ثانيا احترام إرادة الشعب. ما كاينش ديمقراطيه بدون احترام اراده الشعب. الشعب، ولذلك نحن لما مشينا للانتخابات الاخيره مشينا كنقولوا الا قال لنا الشعب خرجوا للمعارضه نحن مستعدون للخروج اليه، لان الشعب هو الذي ينتخب من يمثله ماشي شي واحد اخر. ولكن ما خصوش يجي شي واحد اخر يفرض الوصايه ديالو على الشعب، يجب ان لا نفرض وصايتنا على الشعب. ولذلك احترام الاراده الشعبيه هو الجزء الاساسي اسمه في 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 البناء الديمقراطي. ومن هنا اتى كما قال الاستاذ محمد يغزغي ان ما قام به جلاله الملك من تعيين رئيس الحكومه، الامين العام لحزب العداله والتنميه، هذا شيء مهم، يعني عكس هذه الاراده الملكيه ايضا التي تتناغم مع الاراده الشعبيه، وهذا هو اللي غادي يخلي المغرب يسير الى الامام فيه. وبطبيعه الحال انتم شفتوا الاصوات الذين طلعوا قبله والذين جاءوا من بعد لكي يحاولوا يديروا تأويلات للدستور ضد على الإرادة الشعبية باش يفرغوا الدستور حتى من بعض الإشارات المهمة التي هي أساس البناء الديمقراطي. احترام إرادة الشعب الثاني. الثالث عدم تغليط المواطنين في حقيقة الصراع اليوم. احنا شي قلنا في حزب العدالة والتنمية 2008 وطروحات المؤتمر ديال 2008 وطروحات النضال الديمقراطي، وطروحات المؤتمر 2011 لحزب العدالة والتنمية، احنا كنا في الحكومة قلنا اطروحات البناء الديمقراطي، وعيا منا بأن الاصطفاف في هذه المرحلة ليس اصطفافا ايديولوجيا كما يحاول ان يدعي البعض، انما هو اصطفاف ديمقراطي. شكون مع الديمقراطية؟ شكون اللي مش مع الديمقراطية؟ وهذا هو الاصطفاف اللي خصو يكون. هادشي كنا واعيين به. طبيعة الحال شي وحدين بغاو يغلطوا الناس، هذاك اللي قال لك نحن نحارب الإسلاميين لحماية المسلمين. طبعا حتى واحد ما غادي يفهم هذه العباره اللي فسرها يقولها لينا، غادي يحاول فيها الفلاسفه الكبار. وانا كنسمح السي نبيل لان كنتذكر واحد السيد واحد النكته كيحكيوها يمكن صحيحه يمكن ما صحيحاش، قال لك قرا في الاتحاد السوفيتي شي قبل في الستينات ولا في السبعينات، قرا الستينات والسبعينات قبل كان، قال لك قرا في الاتحاد السوفيتي، جا هو في واحد القريه بعيده، مشى فاش مشى دخل الدوار كيقول الباه خصنا الثورة، والثورة جاية والثورة جات. الناس ديال الدوار سولوا الباه قالوا لي اش جاب الولد شنو اسمه، قال لهم راجل حمق البقرة كيقول لي الثورة.
المواطنون المغاربه لم يفهموا هذا الخطاب ديال الاسلاميين المسلمين. ماشي دابا ما هذا الخطاب؟ نقولوا ملي كاين غير حنا اللي كتعنيو، حنا خلينا لكم هذا الاسلام يدي يا سيدي معك. حنا يكفينا ان نكون مغاربه مسلمين نعتز بالثقافه المغربيه، كافي. هذا التغليط عن طريق صنع مقولات، نحن لم نقل قط عن انفسنا نحن اسلاميين، والاخرين كيقولوها، حنا ما داخلينش في هذا الموضوع، حنا كنقولوا المبادئ اللي كنامنوا بها، ونعتبر اول المسلمين في المغرب، اول الاسلاميين اللي بغينا نختاروا هذا الشيء في المغرب، هو زعماء الحركه الوطنيه كاملين وعلى الفاسي في مقدمتهم. الى خدينا زدنا. فلذلك هذا التغليط، خصنا نمشيو للمضامين. وداو كينشروا في هذا الشيء عدد من مثلا الشورى والديمقراطيه، وقال لك هادو الديمقراطيه، سيدي حنا خلينا لكم هذا الشيء، حنا ديمقراطيون 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 حتى النخاع. غير نتوافقوا شنو هي الديمقراطيه وشنو هي المعايير ديالها، نحن نحترمها معكم من البدايه الى النهايه. ولا تعارض، الناس يبغوا يديروا التعارض بين قيم الاسلام ومبادئ الاسلام وثقافه الاسلام والقيم ديال التحديث الحقيقي، فهادو واهمون ونحن ضدهم ولا نؤمن به. لان إثارة هذه الأمور هي محاولة لتغليط المواطنين وتغليط الناس والإبعاد عن المعركة الحقيقية التي هي بناء استكمال بناء الدولة الديمقراطية واستكمال المسار الديمقراطي الذي هو يجب أن يكون همنا جميعا، الذي هو التطبيق الحقيقي للدستور اليوم وغدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.